هذا وشارك سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزي وزير الصناعة والتجارة ضمن زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مباحثات الطاولة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية وتناولت المباحثات سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين من خلال تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية وتشجيع تبادل الخبرات والمعرفة في مختلف المجالات. كما ركزت على اهميه تعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص في تنميه هذه العلاقات وخلق شراكات استراتيجيه بين الشركات والمؤسسات في كلا البلدين واستعرضت المباحثات الفرص الاستثماريه الواعده التي تزخر بها مملكه البحرين في مختلف القطاعات بما في ذلك الصناعه والتكنولوجيا والسياحه والخدمات اللوجستيه